شطير لو سمحت لو سمحت من فضلك طريق طريق افشل الطريق رجاء حسنا من الذي طلب حلوى الموز من انا طلبتها تفضل صديقي يبدو هذا رائعا أيمكنني أن أتناول شيئا منه؟ لا طبعا أطلب واحدا هيا صديقي أريد القليل فقط أرجو لا أنها لي كيف تسير الأمور ها؟ بخير سيدي كل شيء بخير ما فعلتمه حرام إنها المرة الألف التي أضرب بها على رأسي هذه آخر مرة ستفلتون بها من العقاب لا تدخلوا المطعم ثانية لا يمكنك أن تفعل هذا أنا جنكيز أذاب الإبليس أترد وشر طرد لا أحد يمنع جنكيز من دخول مطعمه المفضل عندما أغضب يتورم أنفي لماذا هربت مني كفار المذعور تعال وواجهني كبتل أخاف أن تغلق شرايين دمي أشعر بالمرارة من ذاك الطباخ كيف تجرأ وأغلق الباب وجه جنكيز أذهب الإبريز سأريه ماذا يحصل عندما يقدح الشرر من عيني البرقتين سأجعله يغلق مطعمه هو من بدأ اللعب بالنار وهو من سيحرق أصابعه هل تسمعني؟ لا أسمعك لقد أدركت بفطرتي بأنك أنت الشرارة إذا كان هذا ما تقوله لما بدأت أنفي؟ أنا آسف يا زعيم دائما تخطئ وتعتذر أنت كالوباء أنت كالتعون أنت أشعر من الشر بكثير أنت تعون؟ قلت تعون أجل يبدو أن الزعيم خطرت له فكرة أعتقد أني سأذهب برست نعم زعيم حسنا لدي لغز ما الذي يسبب الطاعون لكن ما هو الذي قلته كم اتمنى ان يصيب الطاعون عقلك يا نعم البراغيث تسبب الطاعون ولكن نجمة ومن اين تاتي البراغيث من الفئران يا لهذه الليلة الغريبة الرهيبة وأين نجد الفئران؟ أحضر أكبر عدد من الفئران كان عليك أن تجيب إجابة صحيحة على سؤالك آسف لم أكن أفكر اختصر يا صديقي هيا سنبحث عن بعض الفئران هيا أيتها الفئران اخرجي أينما كنت أسرع يا بوب قد يرانا أحد الصبر يا صديقي الصبر أنت تعلم فهذه الأشياء ليست سهلة أو يبدو أن العيد قد جاء مبكرا يا سلام وسوف نأكل حتى نشبع ما الأمر أيها النادل؟ ما الأمر؟ أخبرني ألق نظرة وأخبرني إنك لا ترى ما أراه يا أمي الحنون شكرا لك أيها الطباخ على هذا الطعام الكثير اللذيذ الوفير ماذا سنفعل؟
سأخبرك ماذا سنفعل. علينا إخراج هذه القوارض المليئة بالبراغيث من هنا قبل أن يقوم موظفو الصحة بإغلاق المطعم. مرحبا، قسم الرقابة على الصحة العامة للمواطنين، سأسجل شكوى تتعلق بمطعم الوجبات السريعة. قبل كل شيء نغلق هذا الباب. صباح الخير. من؟ من أنت؟ أنا من قسم الرقابة الصحية بطاقتي. قدمت سريعا. هناك شكوى تفيد بوجود فئران في مطبخك. فئران في مطبخي؟ كذب. أرأيت يبدو أنك تعاني من اجتياح فئراني. لكنها هنا من لحظات. أعطي الفئران ما يكفي من الشطائر والفطائر وسوف تراها تتزايد بشكل كبير. أعتقد أنه علينا الخروج من هنا. أميل إلى الموافقة. هذا المطعم مغلق حتى إشعار آخر. هذا غير معقول. كيف أعيش بلا شطائر؟ بلا شطائر أموت. ما الأمر؟ يا إلهي، يبدو الأمر خطيرا. أنت لا تمزح. إذا هربت هذه الفئران من المطعم ستقوم باجتياح مدينة المخروطات، ولذلك يجب إيقافها. ولكن كيف؟ عين ينادي قسم المراقبة. أجب يا قسم المراقبة، هل تسمعني؟ بكل وضوح أيها المراقب، ما المشكلة؟ أتصدقين أن مطعم الوجبات السريعة مليء بالفئران؟ فئران؟ ظننت أننا منعنا جنكيز وأتباعه من دخول المكان. لا، فئران حقيقية، إلا أنها تتكاثر بطريقة جنونية. لابد أن هناك الآلاف منها. قال الآلاف؟ حسناً، لحظة. إذا جمعنا هذا وطرحنا ذاك وقسمنا وضربنا، أجل، وجدت الحل. إذا كانت حساباتي صحيحة فإن عدد الفئران في داخل ذلك المطعم سوف يتضاعف ويصبح عددها بالملايين، وذلك في وقت قصير. انظروا للشاشة. مشكلة. 4,055,046,302. هذا صحيح، هذه مشكلة وعلينا حلها. والآن أريد بعض الأفكار عن الكيفية التي سنتعامل بها مع المشكلة. هل من فكرة؟ أنا، اسمحي لي يا سيدة كيت. مزمار، وما الذي تنوي أن تفعله به؟ أن تشكل أوركسترا من الفئران؟ لا أيها الكولونيال، اسمعوا. قرأت مرة قصيدة عن عازف مزمار تخلص من الفئران في مدينته التي تدعى هاملين، وذلك بالعزف على مزماره. وهل تعتقد بأن نفس الحيلة ستنجح هنا؟ إن هذا محتمل. كلام فارغ. أعتقد أنني أوافق الكولونيل في رأيه. لا أعتقد بأن الفئران ستلحق بشخص يعزف على المزمار. اسمحي لي كات. ماذا؟ قد لا تلحق الفئران بكادو، لكنها قد تلحق بشخص آخر. المعنى؟ لنقل شخصا أكثر شبها بهم. لقد فهمت. نعم، أنا أتحدث عن أكبر الفئران كولين. أين ذهب هذا النادل الكسول؟ لقد طلبت الكركديه منذ فترة، أطالب بأن تتم خدمتي فورا. تفضل، اثنان من عصير الكركديه. لكنني طلبت الفراولة. ليس تماما، فلم يكن هناك الكثير منها، لذا استخدمت الحلزون الذي أكل الفراولة كبديل. ماذا؟ لكنني طلبت شراب الكركديه بالمرمية، ألا تقدر؟ من يقرأ؟ أنتم الاثنان، ماذا تريدان؟ جنكيز سيزدي لنا خدمة. أنا أزدي لكما خدمة؟ لا تجعلني أضحك. اضحكوا. في المقابل سنجعل مطعم الوجبات السريعة يرفع عقوبة المنع عنكم. أنا بأمرك يا شتورة. المخروطة كيت تنادي عين في المراقبة الجوية، هل تسمعني؟ ما الوضع في مطعم الوجبات السريعة؟ سألخص لك الأمر كيت، لن أقوم بحجز طاولة هناك الليلة. انتظري لحظة، شيء ما على وشك الحدوث. الناس مجتمعون هناك وبكثرة. انظري. حسنا يا جنكيز، ها هي الفئران وها هو مزمارك، فابدأ العزف. بكل سرور وحبور.
اسمع، أحدهم يقوم بعزف لحننا المفضل. هذا رائع، لحننا المفضل. نعم إنه كذلك. هذا رائع. لقد نجحنا، إن الفئران تنسجم مع هذا اللحن تماما. صحيح، أنا الأول لفتح الأبواب. ماذا؟ هل فقدت عقلك؟ كلا على الإطلاق. سوف يتدبر أمره. كم أحب شراب الكركديه. المظلة مع الكركديه أمر معتبر. قسم المراقبة المخروطي ينادي عين في المراقبة الجوية. أجب يا عين من فضلك. هنا عين، أسمعك بوضوح. كيف حول؟ كيف تجري الأمور في الخارج؟ انتهى كل شيء على ما يرام. كيت، لا داعي لوجودي هنا، انتهى. شكرا لك أيها المراقب، انتهى. هذا هو اليوم الثاني والأحوال مستقرة، وإذا استمر الوضع هكذا فإن مخروطات حفظ النظام ستفقد لياقتها وسوف تحتاج إلى تمرين من جديد. مرحبا كيت، يبدو أنني استبقت الأحداث. جيد، قل لي ماذا هناك يا عين؟ يبدو أن يوستس ورولو يختلفان على الطريق. هيا يوستس، افسح المجال للأفضل. هيا. لا تحلم أن تمر قبلي، حق الأولوية في الطريق لي أنا. هل ستكون متعاوناً أم ستجعلني أجبرك على ذلك؟ أود أن أراك تحاول أيها المتحذلق. المشكلة بدأت تتفاقم، سأقوم بإرسال قوات حفظ النظام. ليس هناك ضرورة لذلك. لما لا؟ لأنه وفقاً لحساباتي فإن رولو يحتاج إلى 7 ثوان بالتحديد وسيقوم بتحدي يوستس جيداً. لا مشكلة، دعنا نرى ذلك. لا أهتم لما تقوله، الأولوية في العبور لي أنا. حسناً يا صاحب الدعامة الهوائية، هناك طريقة واحدة لحسم الأمر. سباق. لقد حذرت. سوف يتسابقان. تهانينا كيفن، سأقوم باستنفار مخروطات حفظ النظام. جاهزون جاهزون، نحن دوماً جاهزون، تحت الأمر جاهزون جاهزون جاهزون، نحن دوماً جاهزون. هذا يجعلك تفتخر بأنك مخروط. ليس أمامك فرصة للفوز علي. آمل أنك تحب طعم الغبار، لأنك ستقوم بأكل الكثير منه. انتباه، استعداد. يوم ممل، لا أحد يريد أن يعبئ الوقود. أعرف، وأشعر أنني لست أكثر نفعا من إبريق الشاي. ما هذا؟ ماذا تظنان أنكما تفعلان أنتما الاثنان؟ نختبئ. أرى ذلك، ولكن لماذا؟ من ذاك؟ أتعلم شيئا شونيان؟ لا، ما هو؟ في مثل هذه الأوقات أتمنى أن يكون بإمكاني أن أصرخ وأركض بعيدا. بوسينا أن نصرخ. هل يمكن أن يغمى علي؟ أرجوك تفضل. جيد. مرحبا يا قسم المراقبة، هل يصلكم ما يحدث؟ أعتقد ذلك على الأغلب، لكن ما هذا الشيء؟
لا تسأليني، لكنه كثير الصراخ وله أسنان كبيرة. حسناً، بما أن مخروطات حفظ النظام في الجوار دعهم يتولون الأمر. لا أعتقد أن هذا سيكون ممكناً. ولما لا؟ اختفوا جميعاً. اختفوا؟ لا أصدق ما أرى، إنهم يرتجفون من الخوف. ليسوا وحدهم؟ وحتى أنت كيفن، لقد واجهنا ما هو أسوأ من هذا، وذلك بغض النظر عما يكون. عين ينادي قسم المراقبة، أجب يا قسم المراقبة. كيت هنا يا عين، ماذا لديك؟ الضيف المجهول بدأ بالتحرك، ماذا تريدين مني أن أفعل كيت؟ استمر في تتبعه فقط يا عين، أبقني على علم بتحركاته، انتهى. سأفعل حالا. يا له من منظر جميل. أنت محق، منظر جميل جدا، والهواء ما هذا؟ أنا خائفة. وأنا أيضا. ماذا نفعل؟ إنه اليوم الموعود هنريتا، أشعر بنشاط غريب. وأنا مثلك يا عزيزي، لقد حان الوقت لتقوم بصنع طريق القنافذ وتعبر الشارع لتسرع. تمني لي التوفيق. أرجو لك التوفيق. هنريتا، وصلت منتصف. زخم. مرحبا كيت، لقد حاول ضيفنا غير المرغوب به أن يأكل القنفذ هنري، لكنه لم ينجح. هذا خبر جيد، لكن ما الذي يفعله الآن؟ لا أدري، إنه يشتم الأشجار. ليس لدي فكرة، ولكن يا إلهي لن تصدقي ماذا يفعل الآن. أكيد تصرف أهوج. كيت، ماذا الآن؟ جنكيز وأصدقائه، المخلوق يتجه نحوهم مباشرة. يا له، يا له من يوم جميل يشغل المرء عن التفكير بالأعمال الشريرة الرهيبة الغريبة المدمرة. إنه ليس جميلا إلى هذا الحد يا زعيم. لا بوريس، ملاحظة باهرة، كنت أمزح. حسنا، هذا جيد. ما هذا؟ هل هو يعرفني؟ مهما يكن يبدو شريرا، افعل شيئا جنكيز. أنا؟ حرام. على أساس زعيم مستقيل. فات الأوان. مرحبا، سأرميها وإلحق بها. ما رأيكم بالفكرة؟ أحسنت صنعا، لقد خاف منك. أنا بطل مفعول. تقدم، تقدم. حسناً، أعترف بهذا، أنا مشوشة تماماً، لكن هذا الشيء؟ قد أتمكن من المساعدة في هذا؟ افعل رجاءً. قمت بتحليل تصرفاته خلال الساعتين الماضيتين، والنتيجة التي توصلت إليها تشير أن ما لدينا هو كلب. كلب؟ أجل كلب. حسناً، إنه كلب. هل لديكم فكرة عن كيفية التخلص من هذا الكلب؟ في هذه لا أستطيع المساعدة. لدينا فكرة. ماذا فكرة؟ أجل، انظري لهذا. وفقاً للكتاب، فإن الكلب يحب مطاردة القطة، فإذا استطعنا أن نصنع زياً يشبه شكل القطة، فإننا نستطيع استدراج الكلب إلى مصيدة ما. هذا جيد، لكن من الممكن أن تكون خطيرة. متأكد أنك تريد أن تفعل هذا كولين؟ نعم، متأكد سيدة كيت. حسناً، انطلق إذن وحظاً طيباً. Meow.
هذا الكلب أسرع مما ظننت. لا أصدق، هذا لا يبدو جيدا. أسرع كولن أسرع. إنه سريع. المجد. لا أصدق ما أرى، إن هذا فظيع. فظيع جدا. سأغرق. النجدة. ما الذي يحدث؟ كنت سأغرق. توقف عن هذا. الحمد لله كولين بخير. ربما هذا الكلب ليس سيئا إلى هذا الحد، إنه يبدو ودودا. لديك وجهة نظر، لكن ما زال هناك شيء يحيرني. من أين أتى هذا الكلب؟ أنا لدي الإجابة. بروفيسور بنسن، أرى بأنك عدت من إجازتك. كيف كانت الإجازة؟ كانت ممتازة، كما كنت أقول، أنا لدي الإجابة. دعني أحذر، إنه إحدى اختراعاتك، صحيح؟ أخشى أنه كذلك. قمت باختراع كلب يقوم بحراسة مختبري وأنا بعيد، ويبدو أنه هرب. هرب؟ كيف؟ قل. تسلل خارجاً. حسناً، لقد فهمت. بروفيسور، لديك فكرة عن ما سببه اختراعك هذا؟ نعم. عاقبه يا كلب. أكيد سوف أعاقبه. ابتعد عني. يا له من طقس جميل. بقي أمامي 10 أيام قبل أن يسمح لي بالدخول إلى قسم المراقبة. إنها لمخروطة صارمة. توقف 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 توقف.